بقلاوة كنافة مبرومة قاسية بلورية ومعمولة العيد وغيرها من حلويات شعبية شامية ارتبط اسمها بشكل كبير بالأعياد المباركة. بحي الميدان بالتحديد أصناف وأنواع كتيرة، تحتار العيون انتقاء صنف من أصنافها، وبنفس الوقت لكل منها بيبقى له طعمة ونكهة خاصة. نحن هذا المعمول متوقف بالأيام العادية وأكثر شيء بالعياد، معمول بزوز، معمول بفستق، معمول بتمر، أيام بالفواكه، ورد، نانرج، برتقان، كل أنواع المعمول نحن بنعملها بأيام العيد والأيام العادية. هذا مكوناته هو بتكون سكر، طحين عفوا، سمنة، خميرة، سكر، مي، بنعجنهم كلهم مع بعضهم بصير عنا العجين هذا. هلا نحن عم نقطع العجين شقر هيك صغيرة مشان نحن نحشيهم جوز بالنفس، كمان كلهم المعمول كل أنواع المعمول نفس الشيء، نحن بنقصها بنقطعها هيك وبنحشيها. تمام، هلا هي الحشوة بتكون هيك تقريبا نفس بنعملها هيك، بس نحط الحشوة هون نحن ونسكرها هيك بحيث إنه نحن ما نخلي القفل خليه لتحت هيك مشان وقت تنطبع بيطلع بهالشكل هذا. هاي ورقة سمبوسك، عجينة السمبوسك بيساوها للسمبوسك، للبرك، لكل أكلات الحلو، لكل أكلات المالح، إيه أي كل عيد متعودين نساويها، متعودين العالم عليها ياخذوها يساووها بالبيت، أكلة شعبية قديمة، طيبة كتير يعني. بالنسبة بتنحشى جوز، بتنحشى فستق، بتنحشى جوز هنا، كل العالم بتحشيها شيء، بتنحشى كاجو. بشكل عام يعني الحلو مو بس انه بالعيد ناكله على مدار السنه، بس حلو العيد يعني مثل المعمول، مثل الغريبه، مثل السمبوسه. هي طبعا يعني من سلاحنا، من يعني اغلبيه العالم بتحب تجهزها تساويها عندها بالبيت. في مثلا حلو مثل المبرومه، مثل الاسيه، مثل البلوريه، هدول طبعا بيشتروهم جاهزين. يعني عاداتنا وتقاليدنا كلها هيك، يعني نحن ضيافتنا كلها هيك كانت. سي هذا طابع ما بنقدر نغيره ابدا ابدا ابدا، يعني طابع بكل بيت، بكل يعني كل حاره شاميه، بكل سوق، يعني اسمه عيد الاضحى، في فرحه عندهم. الفرح نحن عندنا الطبيعي شو بيقدموا له؟ يعني بيقدموا حلويات بالنسبه للاعياد. دائما بهالمناسبه بحب الواحد يشتري الحلو، مناسبه يعني ان شاء الله بينعاد على جميع بالخير السلامه بالسنه مره. شايف شو دائما طبعا هي لها خصوصيه وبتكون زياده شوي عن الواقع اللي بيكون عادي وبالايام العاديه. من وقت ما خلقنا ومن وقت ما وعينا جدودنا واهلنا كلياتهم من هالمنطلق هذا، جو العيد بالذات اذا ما كان في حلو ما كان في شيء يعطي جو العيد فما له بهجه. العيد بلا حلو مو حلو جد. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله راجع البهجة لسوريا وراجع المحبة يا رب. على اختلاف أشكالها وأنواعها تبقى الحلويات الشامية بصمة للسوريين بكافة أنحاء العالم اللي ما بتشعر بنكهتها إلا بالأعياد، وبيبقى اختيار نوع الحلويات وشراء أصنافها مهرجان حقيقي بيمتاز فيه السوريين بالأعياد. فكل عام وأنتم بألف خير.